ده انا برحب بيك وبرحب بالضيف اللي معاك. انا معايا هنا خارج الاستوديو ضيف مميز اللي انا نتكلم معاكم عن فن جديد اسمه فن كاليغرافي. محمد عاطف، استاذ صباحك. صباح الجلال، كيف اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. اللي احنا في فن جديد انت اسمه كاليغرافي. انا يمكن اول مره اعرف الاسم، كنت بعرف الشكل والاشكال اللي في الرسم، لكن اول مره اتعرف على الاسم. عرفني عليه اكثر. الكاليغرافي هو فن يعني بتعبر بيه عن الحاجه اللي انت بتحسها. يعني مرات بيمر عليك شكل انت تكون عايز ترسمه لكن ما عارف ترسمه كيف. بدايه هو الرسم بالخط العربي. الخط العربي. رسم بالخط العربي. الخط العربي. ما بتكون عارف انت عايز ترسمه كيف. كل زول بيعبر عن حاجه بطريقته. الكاليغرافي بيعبر لك عنها بالخط العربي. يعني مثلا عندك في الرسمه دي. الرسمه دي عباره عن زول ساجد قاعد قاعده بتاعت الصلاه. بتشهد. مكتوب فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دي زول سايد. زول قاعد بتاع الصلاه تشهد ظاهر وده صباع وده رجلين. تمام. فانت بتحاول توضح فيه اكثر القاعده دي والمعنى بتاع القاعده. يعني انت ترسم الشكل عن طريق الخط بالكتابات او الحروف بتاعت الايه. يمكن هي ظاهره هسه معانا للمشاهدين. ده زول ساجد في ملامح وشه ظاهره بالراس والمخرين صح؟ ايوه كلها بالحروف. الالوان اللي بتستخدمها يا محمد دي الوان جليتر بودره. اوكي. والاسود ده قلم شينه. ده قلم شينه. يعني حتى انت عندك رسومات كثيره هنا ممكن تعرضها يعني. دي كلها بال الاسود ده قلم شينه. ده قلم شينه ودي قلم رصاص. الباقي رصاص والذهبي قلم شومان. لون ذهبي. دي كلها رسومات. محمد طب انت ما شاء الله يعني يدك خطاط زي ما بقول. الموهبه دي بدات معاك بكام؟ بدات معايا من 2012. يعني كان هي مش بدات من 2012، بديت انمي فيها 2012. انت خطاط؟ انا خلينا نقول لانه انت صغير يعني يقولوا خطك حلو في خطك. فاكتشفت الموضوع بعد 2012 كيف؟ يلا كان انا بقرا في جامعه الخرطوم وكنت في العلوم الرياضيه. تمام. الجامعه قفلت جايه بتاع 3 شهور. فقلت استفيد من الاجازه دي انمي الموهبه. هل اكتشف موضوع خطك العربي يعني انت لما كنت في المدرسه او كده يعني اكتشفت كيف؟ استاذ الرياضيات في سنه دام اساس. الرياضيات لها علاقه بالله سبحان الله. يعني الرياضيات العناوين الجانبيه. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم طريقه كتاب في زاده. استاذ الرياضيات طوالي كان بيقول لي خطك حلو. بعد ذاك الحاجه دي اداني حافزين انه انا واثق في الحاجه دي. 2012 بديت كده. نزلت لي كتب بي دي اف. جبت لي ورق اقلم البوص بتاعت الخشب ومحبره وبديت اكتب. بديت اتعلم الحروف اول حاجه. بعد ذاك بديت كيف انحرك اكتب ادخل جوا كلمه سواء في الطرف او في النص او في نهايه الكلمه. بعد ذاك بديت كيف انه انا اخطط الحرف زاد يعني مفرغ في النص تخطيط بس. بعد ذاك الرسم بديت كنت بقسم الورقه المربعات بجي الرسمه زاده كنت بشوف صورة قدامي بقسم المربعات هي ذاتها كل مربع برسم فيه الحاجة بتاعته. بعد ما ترسمها بشكل صغير برسمها بشكل صغير بعد كيف هي في الشكل في الصورة الكبيرة تفرغها في شكل مربعات. كل مربع شغل هندسة. شغل هندسة مع ان انت ما قاري هندسة. ما قاري هندسة. طيب الموهبة بتاعتك دي انت هسي 2012 بديت براك بديت ترسم حروف يعني ما اخترت اي انواع من التدريب او على زول اكبر منك في الموضوع ده الرسم ده يعني. لا عملت شنو طيب يعني؟ في 2012 يعني شاركت في معارض حاولت انه تبرز الفن ده. اي شاركت في 3 معارض. معرضين منهم تبع مجموعه اسمها جاليرينا. الاول كان في فندق الصنوبر والثاني كان في صف السهم الذهبي تايوتا. تمام. والمعرض الثالث كان في الاسبوع بتاع الكليه المفتوح اللي هو السنه دي كان. فن الكاليغرافي ده مدى وصوله للناس في السودان كيف يعني؟ يعني هل الناس عندها معلومات عنه في المعارض اللي شاركت فيها دي؟ في السودان هنا ضعيف الا زول بيقرا فنون او الا من رحم ربي يعني اقليه بيكونوا بعرف. لكن برا السودان منتشر بكثر عليه بالتحديد في مصر. هو الفن العربي ده بالحروف الاسلاميه يعني في المعارض. يمكن انت هنا ممكن تحكي لنا شويه عن الرسمات دي. اول حاجه عندها قصه. ممكن يعني بتاعت القران الكريم دي انت قلت لي ده عندها قصه. يعني الناس لو شافوا معانا الرسمة دي ما مكتملة،
اكيد لو انت شفتها للوهله الاولى كده تحس ان هي صوره كامله. ممكن توريني هي قصتها شنو؟ يلا الفكره في انها مكتمله. لما انا قلت لك لما شفتها انت اللي كلمتني وقالت ان هي ما مكتمله، لكن اي زول ممكن يشوفها هسه يقول انه دي رسمه مكتمله يعني كامله. يلا الفكره بتاعتي انه انا كنت مشارك بها في المعرض بتاع جاليرينا في سلطه السهم الذهبي. ايوه وكان عندي نقص كبير في اللوحه فقلت اشارك بها ما مكتمله ما مكتمله. في استاذ اسمه ضياء الدين شغال في جامعه السودان كليه الفنون قال لي انه البتاع الغلاف ده انا لو كنت شفته مكتمل ما كنت حقول انه رسمي، كنت حقول انه غلاف عديل مصور مخطوط. لكن لما شفته ما مكتمل الحقيقه ده فرطني جدا. والحاجه دي انا بنصح النصيحه لوجه الله خليها كلمه كلمه، لانه لو تميت اي زول حيقول لك عباره عن رسمه ما تعبان فيها. كل ما مكتمل اللي انت الما مكتمل اللون الذهبي، اللون الذهبي الرهود بالاطراف صح؟ المفروض يكون كله لون ذهبي، كله لون ذهبي حتى الابيض الابيض كله كله الابيض كله ذهبي. يمكن هسه ظاهر عندنا ابيض اللي هو الهدره في النص ده وحتى في منتصف الصوره يعني الذخره فكلها ما مكتمل. فقلت له هو قال لو انت اكتملتها كان ما هيصدق ما هيصدق حظك يعني. الادوات اللي بتستخدم بها في الرسم قلم الرصاص مسطره وقلم الخط العربي ذاته ما بستعمل الوان. وفي حالتين نغلق غلاف المصحف ده اول مره انا استعمل فيه لون خارجي. استعملت فيها لون الذهبي. في الغالب بستعمل اللون الكحلي ولا احمر؟ ولا شايف انا كل الوانك يا كحلي يا احمر يا اسود. طيب محمد انت يمكن في الاول بديت كتابه خط صح؟ هاي في كتابه خطوط يمكن كلمات يعني. هاي بعد كده جيت تطورت بقت وصلت لانه اشكال. تمام التطور النقله ده حصلت كنت بشوف ناس مصريين كتار بيرسموا الحاجات فحاولت اقلدهم. يعني حاليا الشغل ده كله اغلبه تقليد. يعني دي تقليد لصوره تقليد لصوره انت رسمتها رسمت انت كل دي رسومات مصريه وفنانين مصريين يعني. طيب يعني انت ممكن تحكي لنا كده قصه الصوره دي ممكن هي يعني انت شفتها من اول حاجه؟ انا شفتها الصوره دي شفتها الصوره دي شفتها جوجل تمام اخذت مني زمان الشكل 10 ساعات 10 ساعات بس متواصل تطلع بالشكل الدقيق ده تطلع بالشكل الدقيق. طيب هي الجمله المكتوبه شنو ممكن لسه ورينا ده؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله من فوق جاي يعني صح؟ ايه رسمت حاجات ثانيه زي دي؟ يعني دي اول تجربه لك انه رسمت اشكال؟ لا رسمت اول رسمه زي دي رسمتها كانت في شكل حصان. لسانك حصانك وصوم حصانك من هين تو هين في شكل حصان في شكل حصان. من اول مره بتيجي معاك دقيقه كده ولا لا؟ يعني بتحصل فيها حاجات بدعية باخذ فيها زمن كثير ان انا بمسح فيها كثير. انت ترسم اللون بالرصاص؟ برسم اللون بالرصاص. بتحدد يعني الشكل العام بحدد الشكل العام بعد ذلك بجيب الالوان. والالوان بتستخدم برضه الوان بومية ولا؟ لا هي دي اللون الذهبي استخدمت لون بودره. تقريبا جليترز جليترز العادي. تاخذها الاول الماده اللي بتمسك الجليتر تبعك ترش صح؟ تاخذ منك 10 ساعات 10 ساعات. اطول رسمه اخذت فيها كم فيديو؟ اسبوعين غلاف المصحف. دي اطول وقت اطول وقت اسبوعين كاملين اسبوعين كاملين. ليه طيب دي اخذت اسبوع؟ انا شايف انه دي اصعب يعني اصعب مني ولا لا؟ دي اصعب لانه دقيقه شويه دقيقه شويه. بعدين لما بجي بمسح حتى لو حاجه صح بتتمسح لانه الحته قريب المسافات قريبه لبعض. طيب انت يعني ترسم الرسمه دي في ورقه بيضاء بالرصاص؟ هاي بعد كده تنفذها في الورق ده وشنو؟ ده ورق فور عادي ورق عادي بتاع الرسم ده يعني العادي نفذها هنا بشكل مربعات انت قلتها تفرغ الماء. دي اصعب واحده اخذت دي اصعب واحده اخذت مني اسبوعين. حاليا ما انت شايف موهبتك مشت لدرجه يعني. انا شايفها في تطور رهيب يعني في اربع سنين من 2012 ل 2012 2016 من البدايه دي لحد ما نوصل للشكل ده يعني انت ماشي في تطور رهيب. خطوتك الجايه ان شاء الله بعد ما اخلص الجامعه معارض عالمي. ثالثه تشترك في معارض عالمي بالفن. الله نتمنى لك النجاح ان شاء الله يا محمد. الله يخليك ما شاء الله يعني اول حاجه اول مره تعرف عن الكاليجرافي ده وانت الليله اديتنا صوره كبيره عن الميك اب ان شاء الله. الله ده كان حوارنا مع الفنان محمد عطس في فن الكاليجرافي. شفتي معانا الرسومات دي؟ نعم اكيد استمتع. تحيه لك احمد عطا وتحيه لمازن كمان وتحيه لابداعاتك الجميله في الكتابه. ويا مازن احنا من الكتابه للقراءه مع بروف الطيب علي ابو سيم في فقره كدراي واللي اخذنا فيها هاشتاج تتكلم عن تحدي القراءه العربي اللي انا اقرا